قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. الوقت الذي يقوم فيه الوزير التونسي الحبيب الصيد بزيارة عمل الجزائر تتواصل واللجان المشتركة عملها وتوقيعها للاتفاقيات الثنائية والتي شملت هذه المرة مختلف المجالات عكس المرات السابقة، وهو ما ينم عن انفتاح كبير وتطور رؤي بمستقبل زاهر. سليم زيد يفصل في الموضوع. يتواصل التعاون الجزائري التونسي ويتواصل معه عمل اللجان المشتركة المكلفة بتوقيع اتفاقيات الشراكة والتبادل الأمني والتنموي، حيث تمخض عن اللقاء الرفيع والمثمر الذي احتضنه مقر ولاية قفصة التونسية تحديد أهم البنود التي ستبدأ عملية تجسيدها الفعلي خلال الأيام القليلة القادمة. مريت اللجان يعني فيها كافة القطاعات، كافة القطاعات من القطاع من الفلاحة للاقتصاد للصناعة للتكوين المهني للتعليم العالي. تبادل الخبرات في مجال رسكلة النفايات وتثمينها. ثانيا، الحفاظ على التنوع البيولوجي على طول الشريط الساحلي مع تشجيع البحث العلمي في هذا المجال. ثالثا، خلق نقاط ترفيه واستراحة للعائلة والطفل بالطرقات الرئيسية. وتطمح سلطات البلدين من خلال هذه اللقاءات والشراكات النوعية إلى الانتقال من التبادل الأمني للمعلومات نحو تبادل آخر يتعلق بالمجالات التنموية والاستثمار المنتج والمربح. منطقة تبادل حر ومدينة أعمال متاخمة للشريط الحدودي لدفع الاستثمار الجزائري خاصة في تونس، وتهيئة هذه المنطقة للحد من التهريب باعتبار تقنين عمليات التبادل السلع بستكون في مستوى هذه المنطقة التبادل الحر. يتبين من هذه المعطيات الجديدة ذات الأبعاد النوعية أن المرحلة القادمة ستشهد تطورا غير مسبوق في العلاقات الجزائرية التونسية وانفتاحا وترابطا سيعمل دون شك على تحسين الإطار المعيشي للشعبين الشقيقين. لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.